لو فاكره هنشوف قصتها ايه بقى. هبه دي حاجه اسمها كالسينوزيس ايه كيوتس. المره دي ايه اللي هيحصل؟ هيترسب ايه؟ كالسيوم. يعني بدل ما يترسب ميوسين بتاع ولا امينو اسيد ميتابولايت ولا بتاع، يترسب ايه؟ كالسيوم. هترسب في الجلد، في الجلد، فراح مسمينه كالسينوزيس ايه كيوتس. بص مبدئيا كده لما تبص على العنوان سهل جدا، اتس كالسيوم ديبوزيشن ايه ان ذا سكين ويز اور ويزاوت ديبوزيشن في الانترنال اورجان. الناس اللي هم اول مره يجوا في الميتابوليك، ايه الفكره بقى؟ الفكره ان احنا في الديبوزيشن يا اما يبقى في الجلد بس، يا اما يبقى في السيستم بس، يا اما يبقى في الاثنين. فانا هنا بتاع جلد يهمني في الجلد بس، في الجلد لوحده ولا في الجلد مع السيستم؟ ممكن كده وممكن ايه. طيب فتعالوا بقى نشوف قصته. في بس كلمه مهمه جدا هنا، احنا كنا قلنا زمان 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 في اول محاضره ونسينا، ايه اللي يخلي حاجه تترسب؟ حاجه من اتنين، يا تكون الحاجه دي عاليه والجلد سليم فتروح مترسب عليه، يعني انت عندك كالسيوم كتير، عندك فينايل الانين كتير، اي حاجه فيروح فين يترسب. يبقى في نوع الجلد سليم بس الليفل هو ايه واللي خلاه يترسب؟ ها، ان الليفل عالي كميه كبيره هتروح فين تترسب. في احتمال تاني بقى، في الكميه نورمال عادي خالص، يعني السيرم كالسيوم نورمال ما فيهوش حاجه، تمام؟ لا انت اتجننتي بدري المره دي، ده الكلام ده في اخر اليوم لسه بدري. الله يخليك الله يخليك. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيبقى في خلل في الجلد، في مرض في الجلد ولا حاجه، يروح مترسب عليه بقى الكالسيوم اللي هو نورمال. فاهمين؟ مين فاكر في اول محاضره كنا بنسمي الكلام ده ايه؟ كنا بنسميه برايمري وسكندري. برايمري يعني الجلد سليم والحاجه هي اللي عاليه او بتاع فترسبها. سكندري يعني انت كان عندك مرض او حاجه في الجلد خلت الكالسيوم ايه؟ هنا بقى قال لك احنا زهقنا من برايمري وسكندري. سموهم اسامي جديده بقى. بدل ما يقولوا برايمري راحوا مسمينه حاجه اسمها ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. وبدل ما يسموه سكندري راحوا مسمينه ايه؟ ديستروك. اول سؤال هتساله ايه انواع الكالسينوزيس؟ قول له ده في ميتاستاتيك وفي ايه؟ انت عارف بيني وبين انا يعني بيننا وبين بعض كده، ده برايمري ده سكند خلاص. بس هما ايه؟ قال لك زهقنا من برايمري وسكند. طيب وهنعرف ليه سموهم كده حالا. طب انا هسال اسئله بسيطه جدا، البرايمري الكالسيوم عالي ولا واطي؟ والجلد سليم ولا في مشكله؟ سليم. طب هل هيترسب في الجلد بس ولا في حته ثانيه؟ طالما المشكله مش في الجلد، المشكله ان الكالسيوم في الجلد، ممكن يترسب في اي حته. عشان كده تلاقي ناس دي يجي لها كالسيوم ديبوزيشن في الكيدني وفي الويام ستون وفي كل حته، فراحوا مسمينه كلمه ميتاستاتيك. دي ما ميتاستاتيك جايه من ايه؟ من ميتاستاسيس. ايه ميتاستاسيس؟ دي اللي بتنتهي في الاورام، حاجه بتنتشر في الجسم كله. يبقى الميتاستاتيك له ثلاث خصائص مهمه، ان الجلد ماله مكتوبين اهم، اقرا كده معايا، سكين نورمال يعني برايمري. طب والكالسيوم ليفل؟ العلو ده هو اللي خلاه ايه؟ يترسب اصلا. طب لو رحت للسيستميك افكشن، موجود سيستميك افكشن، مفهوم كده؟ طب هسال سؤال واحد بس، ما اسباب الميتاستاتيك؟ اسباب الهايبر كالسيميا. عشان كده الموضوع او المرض بتاع الميتاستاتيك ممكن نشطب عليه ونكتب عليه انه يساوي ايه؟ يساوي الهايبر كالسيميا. ما هو اللي عمل ده ان في هايبر ايه؟ عشان كده لما تيجي تبص على اسباب وتلاقيها غريبه جدا، الناس اللي عندهم كورونيك رينال فيلير والكالسيوم بيعلى، هايبر باراثايرويدز لان الباراس هرمون ده هو اللي بيزود الكالسيوم، هايبر فيتامينوزيس دي لان فيتامين دي العالي هو ده اللي بيزود الكالسيوم، مش عارف ساركيدوزيس. احنا لسه مخلصين جرايلوما من فتره كده، قلنا مشكله الساركيدوزيس انه بيطلع فيتامين دي كتير اكتوبيك. يعني باختصار شديد انا نفسي اكتب جنبها حاجه اسبابها تساوي، عشان انت بتذاكر كده بسرعه، نفس اسبابها الهايبر كالسيوم، صح ولا مش صح؟ يبقى الموضوع خلص كده بالنسبه لك انت. اول نوع انا خلصت منه بسرعه، اسمه ايه اول نوع؟ كفر الشيخ. اسمه ميتاستاتيك. ايه القصه بقى؟ ايه خصائصه؟ قول له جلدك سليم، الكالسيوم عالي، اترسب في الجلد وترسب كمان فين؟ في انترنال اورجان. اي حاجه بقى كيدني بتاع ما اعرفش ايه، وقول له خد بالك اي حاجه تعلي الكالسيوم ممكن تعمل ايه؟ ميتاستاتيك كالسيفيكيشن زي كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ نيجي للناحيه الثانيه، النوع الثاني اسمه ايه؟
ديستروفيك ده عامل زي السكندري بتاع الدماغ. يعني ايه؟ يعني كان عندي مشكله في الجلد، المرض ده طبيعته ده ما خدنا من احنا النهارده هنخلص اهو في خلال دقائق كده هنخلص الميتابوليك. احنا كان في مرض معين يترسب ميوسين، ومرض معين يترسب عليه امايلويد، ومرض تاني يترسب عليه مش عارف كذا. هنا بقى المرض ده بيترسب عليه ايه؟ فانت عندك في جلدك حاجه ليجن، الليجن ده بيحب يرسب كالسيوم، مع ان السيرم كالسيوم ايه؟ نور. وفي الحاله دي هل هيترسب في باقي الاورجنز ولا لا؟ ده هو مش هيترسب في الجلد اللي ما فيهوش الليجن اصلا. يعني لو جلدك كده في حته فيها ليجن وحته ما فيهاش، هيترسب في الحته اللي فيها ايه؟ يعني هو مش هيترسب في باقي الجلد، ومن باب اولى مش هيترسب في مين؟ في الانترنال اورجان. عشان كده دي انا عملته وانا بذاكر الموضوع ده، قلنا نعمله على هيئه ايه؟ مقارنه. اللي ممكن تجيلك مقارنه. قول له بص الديستروفيك ده السكين اخباره ايه؟ في بري اكزيستنج لوكالايزد دامج او ديزيز، في مشكله في الجلد. عشان كده بين قوسين ايه؟ طب والسيرم كالسيوم ليفل؟ ها؟ نورمال. هما بيتكلموا طب والسيستميك افكشن مين يبص عليه؟ ابسنت. هما بيتكلموا بقى ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله كلام فارغ جدا قلناه في اول محاضره. قال لك هو وجود ماشي هتقفل علينا؟ شوف اللي عايز ورق، مين عايز ورق كبير ومين مش عايزه؟ الورق ده ورق بيزك لو انت معاك اوكي. لا مش قال لي خلاص بس كلنا ماشي، لا في ناس مش عايزه. في ناس مش عايزه معاها الورق. طيب بس حاسس الناس اللي جايه بتاعتها. انا قلت لك انا عايز اربعه. ماشي انا جايين. ماشي. بص يا احمد لو انت اربعه خمسه كده مفيش حاجه يعني خلاص نبقى نديهم للغزوان. كله بقى يركز معايا. الديستروفيك اربع كلمات، ها الجلد في مرض. فهتسال نفسك ايه الامراض اللي فيها كذا؟ كل احنا بنراجع قبل ما نخلص الكورس. ديرماتوماسايتس، ما احنا خدنا في الديرماتوماسايتس الجوفينايل. معاها كالسيوم ديبوزيشن. قول له انا نسيت رحت الاردن نهر الاردن والشخص اللي نهر الاردن كل الامراض الجلديه فراح هناك غسل كل اللي خليته رجع بقى ايه حتى الكتب عملتها ملاكي كده راجع فاضي خالص حتى مش فاكر العالم بتاع في العالم بتاع اه ده صحيح ده الاردن فانت تروح تتطهر وتقول عايز تتطهر من الجلديه تتطهر من الجلديه تمام فاحنا نفتكر بقى كده الكلام اللي كنا نسيناه الدرماتوماسات تستخدمها قريب كان الجوفينايل تايب يفرق عن الاذر ان في كالسيوم وما فيهوش ايه؟ ما فيهوش مالينس بيقول لي جود صح كريست سندروم اللي هو اللوكالايت سكليرو ايه؟ حتى اول حاجه اسمها الدبسينوزس ورينالز وبتاع ايه تاني في كالسيوم امراض لوكالايت فيها كالسيوم دول الاثنين في الكونكتيف ايه تاني؟ في الادكسا تيومر مين فاكر البايلوماتريكوما اللي نسيناها برضه اللي تيجي في الاطفال وتبقى فيلم تو هارد عشان بترسم فيها كالسيوم قول لا ده ولا حتى الاطفال فاكرها يعني هو ده في الليجن بس في الليجن بس والثاني كل الجسم في كل الجلد وكل الجسم بس كده عشان كده بيسموه مسلسل تمام حتى ده اللي انا بقوله بس اديك سجلتهم ولو جالك فخر السبب كومبارتون تروح كاتب الجدول ده باختصار ده كذا كذا اخر كلمه فلسفيه كده يقول لك ايه طب احنا ازاي بيحصل الكلام ده؟ هم قالوا بكل بساطه ان الليجن ممكن يغير البي اتش بتاعت الجلد يلخبط الجلد فيخليه اكثر عرضه ان يرسب ايه؟ كالسيوم وده اللي يفسر لنا ان بيترسب في الليجن بس ومش بيترسب في باقي الجلد السليم ولا باقي الاورجان انت نسيتيني انا كمان تقريبا يعني مش بتبص لي كده مين ده؟ انا دكتور احمد بتاع الجلديه. اهلا وسهلا. ما فيش خالص خالص. انا ايه شوف حد انت يرجعك انت من الاول لما انت يقول لك بص لك بتاع اللي هنا واللي هناك واللي والبتاع والبتوع بص بقى في حالات بقى كالسيوم ديبوزيشن في الجلد مفاجاه كالعاده يعني مفاجاه الجلديه ايه ولا الكالسيوم عالي ولا في مرض في الجلد يعني بس ان هو جايب حته كالسيوم ده سنه كبير تقول له كان في ليجن هنا ما فيش ليجن ولا حاجه ولا بي سي سي ولا اي حاجه طيب الكالسيوم عالي في الدم لا ده بيسموه ايديوباسيك النوع ده بيسموه ايه؟ يعني ايه ايديوباسيك بقى؟ ولا ده ولا ده يعني الكالسيوم نورمال والجلد كمان ايه؟
المشكله في الايديوباثيك ده؟ الايديوباثيك يا جماعه في ثلاث صور جميله جدا تحت. في صوره بتاعت الكعب ده، عارفين دي العينه بتاعت الكعب اللي بنقول عليها دي. ممكن بعد تروما، على فكره بعد تروما رسب كالسيوم. طالما الجلد تروماتايز يبقى في مشكله، يبقى سكندري ولا برايمري؟ يعني ديستروفيك ولا ميتاستاتيك؟ ديستروفيك، فده ديستروفيك برضه. طب بص المرض الثاني ده اللي هو ايه؟ الرينود، اللي هو يا رب الكريست سندروم. كريست اللي هو فيه كالسينوزيس ورينود ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفي نقط بيضه كده لو حد واخد باله، النقط البيضه دي اللي هي ايه؟ الكالسيوم ديبوزيشن. طيب كله بقى يركز معايا في حاجه غريبه جدا. الايديوباثيك كالسيفيكيشن للاسف لا الكالسيوم عالي ولا الجلد فيه ايه؟ زمان بقى كان كل ما واحد يلاقي حاله من دي يروح مديها اسم وصفي ديسكريبتيف كده. يعني مثلا اشهر مكان يجي فيه الموضوع ده ممكن يجي في السكروتوم، ما انتوا شايفين في الصوره كده. فواحد لما شاف البتاع دي راح مسميها فين فوق؟ قال لك ايديوباثيك كالسيفايد نودول اوف ذا سكروتوم. عمل لك مرض كده من لا شيء، عنوان كده عليك اهو، مع ان هو ده عباره عن ايه؟ كالسينوزيس كيوتس ايديوباثيك وخلاص. طب بص في واحد تاني شافه كبير كده ونوديول، قال لك سب ايبيديرمال كالسيفايد نوديول. واحد تاني شافه عامل زي الميليا راح مسميه ميليا لايك. واحد تاني شافه حجمه كبير كده راح مسميه تيومرال. تيومرال يعني كانه تيومر زي كده. هو ده نفسه نفس التيومر يعني نفس المشكله؟ ليه ايه المشكله؟ يعني الديوباثيك والسب ايبيديرمال هما كلهم اسم لنفس النوع؟ يعني دول اربع حاجات مختلفه. كلهم ايديوباثيك. لا قصدي كلهم نفس الليجن نفس الحاجات يعني كلهم، بس دي اسامي وصفيه وحاجات. ما انا قلت لك يعني مثلا واحد انت مثلا تروح البيت النهارده تلاقي ايديوباثيك في الودان، فتقول ايديوباثيك ودان كالسينود اي حاجه. واحد تاني يشوف مش عارف هم شافوا اربع حاجات اتشابت وخلاص كده. يعني على حسب المكان بغير الاسم. على حسب. الو الو في نوع رابع اسمه ايه؟ في نوع رابع اسمه ايه؟ اياتروجينيك. يعني ايه بقى اياتروجينيك دي؟ في دي البرستيجن او حاجه عملت كده. يعني عملوا لو في ايه بقى؟ لو في كده حاجه، اولا الناس اللي بتعمل ميجر اوبريشن وتاخد كميه بلاد ترانسفيوجن كتيره قوي. انت عارفين اللي بيعمل ليبر ترانسبلانت ولا بتاع ولا الحاجات دي يحجزوا له كده 20 كيس 30 كيس حاجات كتيره جدا. هو بياخد البلاد ده الكالسيوم بتاعه صح؟ الكالسيوم بتاع الشخص صح؟ قول له لا، والكالسيوم اللي موجود في الانتي كوالجنت. هذه المشكلة. حد شاف حد بيتبرع بالدم او هو بيتبرع؟ الكيس مش فاضي. الكيس فيه شوية فلويد كده. دول الحاجة انتي كواجلانت. ما تحطه في الكيس يتجرد في الكيس تقول خد اقطع كده وخد منه. يبقى في حاجة انتي كواجلانت. دي يبقى فيها كالسيوم. حتى لو حد لقى يقول الكالسيوم ايه ده او كالسيوم مش عارف ايه او حاجات كده. فانت البني ادم بقى اللي بياخد دم بس كتير. هياخد كمية كالسيوم في البلاد ده وكمية كالسيوم في فممكن يحصل له ايه؟ كالسينوز. النوع ده بيسموه ايه بقى؟ اياتروجينيك. ليه اياتروجينيك؟ الذي تسبب في ذلك بروسيجر طبي معين، صح كده؟ الحاجه اللي بعد كده الخطيره جدا والمهمه جدا يقول لك ايه؟ الناس اللي بتعمل اي سي جي بنحط الكترود كده وبعدين بندهن جل كده صح؟ قال لك الجل ده بيكون فيه كالسيوم، ماشي مش مشكله، بس لما تحط الكترود ويبقى فيه تيار كهربي ضعيف جدا ممكن يعمل بريسبيتيشن لمين؟ الكالسيوم. كلكم عارفين حاجات لما يكون في حد عنده هايبوكالسيميا وعامله له تيتانين فبيدوا له كالسيوم امبولات، ممكن مكان الوريد او الكانيولا يعني او الاي بي لاين يحصل ليك للكالسيوم فيترسب مكان الحقنه. كل دي حاجات بيسموها ايه؟ اياتروجين. يعني اللي سبب فيها ميديكال ايه؟ بروسيجر. خلاص كده كل هذا الكلام هتلاقيه مكتوب وكلام جميل جدا جدا. الليبر قصدي عمليه كبيره، انت مش رايح تعمل لي مثلا دم ولا ابسس ولا كوميدون، عمليه كبيره تاخد كميه دم كتير. شوف قول يا ماما قول. يعني
اسمه اسمه كبير متابع ده الورقه. هو في حاجه كده هنا سبورادك في الناحيه اللي كانت فاميليا، فهو واضح ان هو ده انتس يعني لانواع. استني فين الناحيه الثانيه فاميليا لو بتاعه كده في الباستاتيك كانسينوزس باب السركودوس فاميليا تيومور الكانسينوزس. اه ما انا حد خد تحتها خط يا دي حاجه اصل ده ميتاستاتيك يعني ميتاستاتيك ركزي معايا يعني ميتاستاتيك كالسيوم عالي يعني في ناس عندها الكالسيوم عالي بشكل فاميليا لكن ده الكالسيوم بتاعه نورمال يعني الف... اوكي يعني الفكره تيومر يعني اصل كلمه وصفيه ان شاء الله اللي وصفها يموت تيومر يعني حاجه كبير كبير يعني تيومر يعني مكلكع عارفه زي لما خدنا المره اللي فاتت تيوبرس ما تيوبرس يعني درن... بطبصايه كده هو قد كده تمام حد فاهم حاجه خليها على الله خليها على الله خليها على الله يلا 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 بص بقى بص انا بروح كوك مع انا عملت ايه بس بص هو هو في في جد كل ده وبرجيت فاضي اقعد هنا تقعد مش تقعد حاسه البرجيت قلت انا مش هخش عليكي تقعدي برضه على ماشي طب انت كده تقول يعني اشتغلت في النفط مش هترجع والله ما فيش شغله هي مش عايزه ترجع اصلا يعني هي مش عايزه ترجع خلاص طيب كده الموضوع خلص اهو يبقى في كم نوع من انواع ايوه في كم نوع من انواع الكالسينوزيس اربعه سهلين جدا ميتاستاتيك ثم ايه وده واحد الكالسيوم عالي بس الجلد ايه سليم واحد الكالسيوم سليم بس الجلد فيه مشكله رقم 3 الهيليوباسك اللي هو ولا ده ولا ايه ولا ده رقم 4 الهياتروجين احيانا بيقولوا كده لبعض الناس اللي معاه الكتاب القديم بس يكتب هي مكتوبه في الكتاب الجديد حاجه اسمها ميكسج ميكس تايب يعني ميكس تايب بالذكاء كده يعني ميكس يعني حاجتين مع بعض اللي هما ايه اللي هما ميكس كالسيوم كومبينيشن اوف ايه ميتاستاتيك من الاستروفين يعني مثلا ايه واحد عنده كالسيوم عالي هيجي له نوع من ايه وهو عنده ليشن من الاجرسيف عليه الكالسيوم تروما مثلا ولا مش عارف ترماتو مثلا يبقى عنده الاثنين فلو عنده الاثنين يسموه ايه ميكس يبقى دي خمس انواع اصلا كده يعني يبقى ميتاستاتيك الاستروفين يعني لو كان هو ايه مشكله خلاص ما فيش مشكله مش مشكله عادي مش مشكله طيب المهم نيجي بعد كده للانفستيجيشن الناس الجداد الاردن الاردن انت خلاص كده كنت اول مره تيجي خالص هنضيفك على الجروب وكل حاجه يعني بس واحده واحده والبشمهندسين كله بقى يركز معايا دلوقتي كنا خدنا في اول محاضره ان في البيوبسي بتاع كل الميتابوليك بدور على الماده اللي ايه حصل لها ديبوزيشن وبدور عليها بكام مستوى اتش ان دي اي سبيشال ستيت ممكن ماركر كده زي في الاورام كده اللي انت مش فاكراها برده فيقول لك ايه نبدا بالاتش ان دي الكالسيوم بالاتش ان دي ما يبانش للاسف قلنا قاعده عامه ان كل الحاجات مش بتبان بالاتش ان دي الا لو كانت كميته كبيره قوي يبان لونه دارك بلو او بيربل كده يبقى خد بالك كالسيوم ديبوزيت فاين جرانيولز ان ذا ديرمس الا لو ايه قلنا ها كميه كبيره بص مكتوب بالاتش ان دي دارك بلو بيربل بس معلش اكتب لو جنبها لو كانت ايه ها لارج كوانتيتي او كميه كبيره لارج اماونت مفهوم لكن لو كان كميه صغيره ما يبانش عشان كده بتاع الباثولوجي الكميات الصغيره ما يشوفهاش كويس كميه كبيره قوي تبان بقى خلاص طب انا عايز اعمل سبيشال ستين مين خد جينه هنا كركوك طبعا كركوك الجديد خد كركوك الجديد ايه انت خلاص هسميك كركوك والله ما انت هي 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 تروح كركوك كركوك التجمع الخامس طبعا احنا خدنا في الجينو مرض كده مشهور جدا اسمه سودو زانسوما ايه بلاستيكم كان بيتلصق فيه كالسيوم كان السبيشال ستين اسمها بونكوسا ستين بونكوسا ستين بتدي لون بلاك ام سي كيو على طول يبقى ناخد بالنا كيف ترى الكالسيوم في الشريحه اتش ان دي كميه صغيره ما شوفوش ها لارج اماونت يبان ك دارك بلو او بيربل سبيشال ستين كتير قليل
بلاك برونكوساستين. طيب نقلب الصفحه. طبعا في كلمه صغيره قبل ما نقلب الصفحه، في واحد يقول لك ايه باختصار شديد كده، لو المرض استروفيك هتلاقي برضو في الباثولوجي كمان حاجه اضافيه. المرض نفسه مش هو جاي على درماتومايوسايتس، اللي هي درماتومايوسايتس جاي على كذا، فهتلاقي الحاجه اللي موجوده يعني. لكن في البرايمري اللي هو الميتاستاتيك هتلاقي الجلد نورمال ما فيهوش حاجه. طيب هل نعمل اذر انفستيجيشن وايه هي وليه؟ نعمل اذر انفستيجيشن زهره ولا ما نعملش ايه؟ نعمل في الميتاستاتيك عشان نوصل لسبب الهايبركالسيميا، صح؟ مالك مش احنا قلنا، مش احنا قلنا الميتاستاتيك ده هايبركالسيميا؟ تعمل فيتامين دي ليفل وسيرم كالسيوم في الاول عشان تعرف انت بده ولا ده، وتعمل باراثايرويد ليفل، تعمل شوف الاسباب ايه واعمل لها انفستيجيشن، صح؟ طب مش هو الميتاستاتيك ده كمان ممكن يترسب في اورجان، واختارهم الكلى لانه بيترسب بينزل في اليورين فيعمل ايه؟ كستون. يبقى انا ساعتها اعمل انفستيجيشن لليوروجينيتال سيستم او لليورينري سيستم، اعمل الترا ساوند، اعمل اكس راي، اعمل الكلام ده كله. يبقى انت في حاجات كتير جدا هتعملها. مبدئيا هعمل السيرم كالسيوم خالص، عارف ليه؟ مش نعرف، هو جالك حته نوديول كده عايز تعرف، هتعمل سيرم كالسيوم لقيته عالي تدور ورا اسبابه، باراثورمون، فيتامين دي، مش عارف ايه الكلام ده كله، خلاص. طيب لقيته عالي وطلع ميتاستاتيك، عايزين نشوف الاورجان اللي افكتد، هتعمل اهم حاجه الكدني. اذا الليسته دي investigation to detect the underlying cause will affect serum calcium phosphate والكالسيوم فوسفاتيز وفيتامين دي وبارثورمون اكس راي. كل ده لان الموضوع مش في الجلد بس، مفهوم الكلام ده كله؟ يبقى اذا كل هذا الكلام في مين؟ في الميتاستاتيك كالسيفيكيشن. طيب خلينا بقى نتكلم كلمه كده، ميتاستاتيك التريتمنت ايه بقى؟ مين شاطر يقول لي؟ ايوه على حسب البتاع. بالظبط التريتمنت حسب النوع. اصلا لو ميتاستاتيك فيه سبب احاول الغيه، احاول اصلحه، كرونيكال فيلير، فيتامين دي تيك، مش عارف باراثورمون، هايبر باراثورمونيزم، مش الكلام ده كده. مفيش سبب في الدستروفي خلاص، وبعدين يفضل لك الكالسينوزيس نفسه. عشان كده اقول لك انت بتحاول تعالج حاجتين. هو اصلا لما جالك عنده كالسيوم ديبوزيشن في الجلد ده سهل جدا، هيتشال سيرجري، يتشال ليزر، يتشال اي حاجه، يتعمل له شوك ويف، اي حاجه يتشال. لكن المشكله مش هو دلوقتي، المشكله لو في سبب نعالجه. عشان كده انت بتعمل ايه؟ لو في سبب بيبقى العلاج موجه للسبب، مفيش خلاص، بلس انك تشيل ايه؟ فيبقى تريتمنت اوف ديستروفيك، تريتمنت اوف ميتاستاتيك. طب اقرا كده معلش، تريتمنت اوف ميتاستاتيك، ها كوركشن ها اوف ذا اندرلاينج كوز، صح؟ مش معنى كلمة ميتاستاتيك ان الكالسيوم عالي، وبعدين يقول لك بص سيرجيكال اكسجن لمين؟ للكالسيوم نفسه. طب لو هي اياتروجينيك، قال لك الاياتروجينيك ده ما وديش قدام الا الكالسيوم، فبحاول اشيله وخلاص. طب اطلع بقى للديستروفيك، مفيش الا الكالسيوم. في بقى تجميع حلوه كده، ازاي حته الكالسيوم دي نشيلها؟ قال لك ممكن سيرجري، ممكن ليزر، صح؟ مكتوبين تحت خالص اهو سي او 2 ليزر ومش عارف ايه. بس في ادويه بيدوها محاولات كده، يعني ممكن يدوا ايه مثلا؟ كالسيوم شانل بلوكر، انتراجينال استيرويد، مش عارف بيسفوسفونيت، الومنيوم هيدروكسيد، حاجات بيحاولوا يدوها كترايلز ان احنا نشيل بيها ايه؟ ها؟ الكالسيوم. بس بصراحه في الحياه العمليه لما تيجي حاجه الكالسينوزس، عايزين بس قبل الجراحه نعرف هل هي مرتبطه بمرض او ليها سبب او كده، وبعدين هي نفسها. طب في مرض بنعالجه ونحاول نصلحه بتاع، وهي نفسها تشال سيرجري. والمقصود بالسيرجري مش بس سيرجري جراحه، ممكن سيرجري ليزر، وممكن سيرجري اي حاجه يعني، المهم تخلص منها. بس قبل ما تتخلص منها تبقى عارف في سبب ولا لا، وفي اندرلاين كوز ولا لا. خلاص ده موضوع لطيف جدا جدا اسمه ايه؟ كالسينوزس كيوتس. برضه موضوعات كلها صغيره النهارده وسبرت كده. انا كفر الشيخ اكس راي للاورجان اللي انت شاكه ان يكون فيها كالسيوم. لا هو السيرم كالسيوم عالي بتعملك، لكن مش كل الاورجان مره واحده ترسب فيها كالسيوم، انت ونصيبك في الليفر، في كيدني، في جوين، يعني مش هو يبقى كله كده الرجل الكالسيوم. بس انا طبعا حتى لو قلت لك ايه الموست كومن، ايه
يعني احنا قلنا بوشك ومالينا انا بشك خدي بقى دول وهاتيهم لي يلا بقى بسرعه يلا يلا بقى حاجه ثانيه يلا بقى حاجه ثانيه بس الموضوع مهم حد عنده مشكله في الكارسينوزيس مشكله في الكارسينوزيس يلا ناخد ايه يا رب ماشي يا رب يا رب ناخد بعد كده لسه الموضوعين يعرفوا الحته كمان بتاعه البيزك بتاع الليفل لو في عمر الهول طيب اسماء فقط جربا ميل كالسيوم عشان البلوكر ما اعرفش ايه اسماء فقط كل شيء اسماء فقط